في سؤال الحلقة السابقة أجاب حمزة حدار بالإجابة الصحيحة، عمر الأخت الكبيرة 8 سنوات، أما الأختان لهما نفس العمر 3 سنوات. من المعروف أن الدماغ مثل العضلات يحتاج للتمرين دوما، وإلا سوف يدخل في مرحلة الخمول والعجز الذهني. لذلك نحن هنا في قناة أحداث وحقائق نحاول دوما تقديم اختبارات وألغاز منطقية من شأنها زيادة معدل التفكير ورفع مستوى الذكاء لديك. في هذا التقرير سنطرح عليك 9 ألغاز منطقية ليس من السهل على الأشخاص العاديين تجاوزها. هل أنت جاهز؟ لنبدأ. السؤال الأول، سلة التفاح. سلة يوجد فيها 5 تفاحات ويجب توزيعها على 5 أشخاص بالتساوي. كيف يمكنك توزيع 5 تفاحات على 5 أشخاص بالتساوي؟ ولكن بشرط أن يبقى في السلة تفاحة واحدة. سندعكم للتفكير مع المدة المحددة للسؤال. والآن قد يعتقد بعضكم أن هذا السؤال لا يوجد له حل، ولكن هذه الأسئلة تعتمد على المنطق أكثر من الحساب. الحل ببساطة أن توزع 4 تفاحات بالتساوي على 4 أشخاص، والتفاحة الخامسة تعطى للشخص الخامس مع السلة، وبهذا تكون قد قمت بتوزيع جميع التفاح الموجود بالتساوي مع إبقاء 1 منها في السلة. السؤال الثاني، العمليات الحسابية. استخدم العمليات الحسابية 4 على هذه الأرقام ليصبح الناتج منطقي. سندعكم للتفكير مع المدة المحددة للسؤال. حسناً، هل توصلت للحل؟ بطرح أول رقمين نحصل على الناتج الأول في المعادلة، وبجمعهم في الخطوة الثانية نحصل على الناتج الثاني والثالث من المعادلة، وأخيراً بضربهم نكون قد حققنا الناتج الكامل للمعادلة المطروحة. وبتطبيق نفس الخطوات على باقي المعادلات نحصل على النتائج الصحيحة. السؤال الثالث، الوقت. في هذه الصورة أمامك يوجد 4 ساعات بتوقيت مختلف، والسؤال ما هو التوقيت في الساعة رقم 5 وفقا للتسلسل المنطقي للزمن بين الساعات الأولى 4؟ سندعكم للتفكير مع المدة المحددة للسؤال. حسناً، لحل هذا اللغز يجب عليك استخراج الرابط بين الأوقات 4. نلاحظ في الساعة رقم 2 أنها عادت بالوقت 1:10 للخلف، وبالنظر للساعة رقم 3 نجدها عادت بالوقت 1:20 للخلف، والساعة رقم 4 عادت 1:30، وهذا يعني أن كل مرة يرجع فيها الوقت 1:10. ولكن بزيادة 10 دقائق وبصورة تراكمية ووفقا للمنطق التسلسلي يجب أن تكون الساعة في الرقم 5 أقل من الساعة رقم 4 ب1:40، وهذا يعني أن التوقيت في الساعة رقم 5
هو 5:35. السؤال الرابع، الحساب. هل يمكنك إيجاد ناتج هذه المعادلة البسيطة؟ لديك 10 ثوان فقط للتفكير. والآن أغلب المشاهدين أجاب بأن الناتج النهائي هو 1، وهذا خطأ فادح يا صديقي. لحل هذه المعادلة يجب عليك جمع الأقواس أولا، ومن ثم مراعاة التسلسل الحسابي بالترتيب، وبهذا يكون الناتج النهائي هو 9. يمكنك حسابها بواسطة الآلة الحاسبة إذا كنت لا تصدق ذلك. السؤال الخامس، اختبار الإدراك. أي واحد من هؤلاء الأشكال الهرمية الأربعة هو تجسيد للمنظور الأفقي من الأعلى لهذا المجسم الهرمي أمامك؟ خذ وقتك الكامل لهذا السؤال واختر إجابتك بدقة. والآن إذا اخترت الرقم 1 فإجابتك صحيحة. السؤال السادس، قطعة الثلج العائمة. في هذا اللغز قمنا بإحضار قطعة من الثلج ووضعناها في حوض من الماء، وبعد فترة وجيزة جزء من هذه القطع انكسر وذاب في الماء. السؤال، هل سيرتفع مستوى الماء في الحوض أم سيبقى كما هو؟ سندعكم للتفكير. والآن إذا كنت تعتقد أن مستوى الماء سيرتفع فأنت مخطئ يا صديقي. وفقا لقانون أرخميدس في الكتلة، إن وزن قطعة الثلج رفع مستوى الماء بشكل مسبق عند وضعه أول مرة، لذلك أي ذوبان آخر لقطعة الثلج لن يؤثر على مستوى الماء في الحوض. السؤال السابع، الخدع الرياضية. ضع الإشارة الحسابية المفقودة لتصبح جميع المعادلات صحيحة. هذا السؤال يتطلب مدة لا تقل عن دقيقة، لذلك سندعكم لهذه المدة قبل إعطاء الحل. حسناً، من المؤكد أن المهووسين في العمليات الرياضية أوجد الحل بسهولة، وإلا فهذا ليس بالسؤال السهل على الإطلاق. سندعكم لمشاهدة الإجابة. السؤال الثامن، التركيز. كم رقماً تستطيع أن تشاهد في هذه الصورة؟ حسناً، أكثر الأشخاص الذين يمتازون بدقة الملاحظة والتركيز استطاعوا إيجاد 7 أرقام، ولكن ماذا لو أخبرتك أن هذه الصورة تحوي على 10 أرقام مضمنة؟ شاهد لترى بنفسك.
السؤال التاسع: الميزان. إذا أحضرنا أوزانا من الحديد والحجر يساوي كل واحد منها كيلوغراما واحد، ووضعناها على الميزان، ومن ثم وضعنا الميزان بالماء، هل ستبقى كفتي الميزان متساوية أم لا؟ إذا كنت تعرف الإجابة قم بكتابتها أسفل الفيديو في قسم التعليقات مع الشرح الكامل والصحيح. بمعنى، إذا كان جوابك أن كفتي الميزان ستبقى متوازنة، يجب عليك شرح السبب. وإذا كنت تعتقد أن التوازن سيختل، يجب عليك شرح السبب العلمي مع ذكر أي كفة ستزيد عن الكفة الثانية. والشخص الأول فقط الذي سيجيب بالإجابة الصحيحة سيفوز بإعلان مجاني له على أحد فيديوهات قناة أحداث وحقائق. شكرا لمتابعتكم.